نبقى بموضوع الإرهاب والألغام ومخلفات الإرهاب، ونعود إلى موضوع تهديد داعش لمطارات العالم بأساليب تفخيخ جديدة. معي من بغداد داود السعد، الخبير الأمني والعسكري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد بغداد. إذا هناك حملة عسكرية مكثفة، مقابلها نتحدث عن الكثير من التكتيكات إذا صح التعبير. كيف ممكن أن نتحدث أمنيا عن موضوع التهديد هذا للمطارات؟ نعم، حقيقة هذا ليس هو التهديد الأول للمطارات من قبل تنظيم داعش، أو بالأحرى من قبل تنظيم القاعدة أيضا كان سابقا. والدليل على ذلك استخدام أساليب جديدة، منها استخدام الهواتف النقالة كاستراتيجية جديدة تقوم بها عناصر داعش الإرهابية كتهديد للمطارات، إضافة إلى أسلوب جديد وهو استخدام مادة السيفور في البطاريات الخاصة بأجهزة اللابتوب المحمول التي من الممكن أنه يتم حملها داخل الطائرات. هناك إجراءات في عدد من المطارات اتخذت، صحيح، اتخذت بمنع. نعم، هل هذا سيردع؟ بداية لم يتخذ هذا بكل المطارات، وهل هذا إلى أي درجة سيردع سيد داود، طبعا مش سيد بغداد، إلى أي درجة سيردع داعش عن استخدام هذه الأساليب؟ يعني حقيقة هي أسلوب اتباع القوات الأمنية أو الجهات الأمنية المسؤولة عن المطارات. يعني أنا حسب علمي هذه الإجراءات اتبعت في المطارات التركية، في المطارات العراقية، في المطارات الخاصة بالعاصمة الأردنية عمان أيضا، وبعض دول الخليج الأخرى خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية، بمنع حمل أجهزة اللابتوب النقال داخل الطائرات يعني كإجراء أولي. أنا أعتقد بأن تنظيم داعش قد يعني يلجأ إلى أساليب أخرى ربما تكون أكثر دقة في عمليات التهديد للمطارات، لكن أنا أعتقد بأن الإجراءات المتخذة حاليا في هذه المطارات ربما ستردع تنظيم داعش الذي يشهد يعني انتكاسة حقيقية بما يتعلق بالمناطق ما الذي يسيطر عليها في العراق أو في سوريا. نعم، ما الذي يمكن أن يقوم به داعش ويستخدمه بعد موضوع المطارات ومنع استخدام الحواسيب وما إلى ذلك؟ ما الذي يمكن أن يستخدمه؟ سيجد طبعا يعني سيحاول إيجاد بديل. تفضل. بالتأكيد، لكن أنا أعتقد بأن تنظيم داعش ليست لديه القدرة اليوم على التفكير ربما باستراتيجيات جديدة، فهو سيعتمد بشكل كامل على موضوع السيارات المفخخة ضد العناصر الأمنية، إضافة إلى السيارات المفخخة والتفجيرات سواء في العاصمة بغداد أو مناطق أخرى، سواء في المناطق السورية أو المناطق التركية أو العراقية. ثم هو سيلجأ إلى هذه الأساليب القديمة. هو اليوم في انتكاسة حقيقية، ربما بعض عناصرها اليوم غير قادرة على التفكير في إيجاد أساليب جديدة، هي محاولات لربما تخفيف الضغط على عناصره الموجودين في أيمن الموصل وعناصره الموجودين في الرقة ومناطق أخرى من سوريا. لكن بالتأكيد يجب على الجهات الأمنية والسلطات الأمنية الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف ما يحاول داعش الوصول إليه ومحاولة العمل الاستباقي. يعني الكل يعلم إذا كانت عناصر داعش تفكر بموضوع معين يتعلق بتهديد إرهابي، يجب أن تكون السلطات الأمنية أكثر استباقية في مواجهة مثل هكذا مواضيع. كيف يقوم داعش بهذا الموضوع باختصار إذا ما سألنا بس سيد داود، بزرع المتفجرات بهاتف؟ يعني هذه يعني من خلال بعض استخدام بعض العناصر التي كانت لديها خبرة في عمليات التفجير، البعض منهم من عناصر الذين كانوا يعملون في التصنيع العسكري، أو ربما استخدام عناصر أخرى من خارج العراق كانت مدربة على يد عناصر من تنظيم القاعدة. هذا حسب اعتقادي، ليس أكثر من ذلك. يعني هم يقومون بهذه العمليات بالاعتماد على عناصر مدربة سابقا، ربما البعض منها مدرب في أفغانستان أو مناطق أخرى. أنا أشكرك جزيلا. من بغداد سيد داود السعدي، الخبير الأمني والعسكري.